من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون. أهلا بك خضر، نجمل معك الأوضاع الميدانية خلال الساعات الماضية في قطاع غزة وآخر حصيلة للضحايا والمصابين من الفلسطينيين. نعم رونك، يعني نبدأ من المناطق الجنوبية من قطاع غزة وتحديدا من مدينة خان يونس، حيث في ساعات صباح هذا اليوم تراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية وانسحبت من مناطق مختلفة من خان يونس، وذلك بعد عملية توغل استمرت لأكثر من 3 أسابيع في خان يونس من قبل الجيش الإسرائيلي، فرق الإنقاذ وأيضا الدفاع المدني وطواقم الإسعاف والطوارئ أيضا تقوم في هذه اللحظات هناك لعدد من مناطق خان يونس لعمليات انتشال لضحايا موجودون في الطرقات وأيضا الأزقة والأحياء المختلفة التي انسحب منها وتراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية، ويتم نقل هؤلاء الضحايا إلى عدد من المستشفيات في المناطق الجنوبية من القطاع وتحديدا إلى مستشفى غزة الأوروبي وأيضا مستشفى ناصر في مدينة خان يونس. كل ذلك يأتي بعيد هذا التراجع من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، كل ذلك أيضا يتم هناك وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية وأيضا طائرات كواد كابتر خاصة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس. هذا أيضا يحصل في ظل استهدافات متتالية من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي وأيضا من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وأدى ذلك خلال الساعات الماضية منذ ساعات صباح الأمس وحتى الآن هناك نحو 50 فلسطينيا سقطوا ضحايا بفعل الاستهدافات الصاروخية والمدفعية وإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي. في مدينة خان يونس ورفح لوحدها نحو 28 ضحية سقطوا بفعل الغارات والقصف المدفع من قبل الجيش الإسرائيلي والذي طال منازلا للمواطنين. أيضا في وسط قطاع غزة وتحديدا في مدينة دير البلح وأيضا مخيم النصيرات وسط القطاع على الأقل 15 ضحية سقطوا بفعل أيضا الاستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي. هنا أيضا في مدينة غزة كان أبرز الاستهدافات استهداف منزل عائلة عبده، أدى ذلك إلى سقوط 8 من المواطنين والذين احترقت جثثهم بفعل الصاروخ الذي أصاب المنزل وأدى إلى إحراقه. أيضا في المناطق الشمالية من قطاع غزة وتحديدا في منطقة الهوجة في مخيم جباليا إلى الشمال من القطاع سقط على الأقل 3 من المواطنين ضحايا وأصيب وبعض يعني أحدهم كان طفل وأصيب نحو 7 من الفلسطينيين بعيدة استهداف صاروخي لمنزل في هذه في مخيم جبالي إلى الشمال من القطاع. تقريبا كل المناطق التي ذكرتها والمستهدفة من قبل الجيش الإسرائيلي هي سبق واستهدفت عدة مرات، يعود ويستهدفها وهي شبه مهدمة خضر؟ فعلا الجيش الإسرائيلي يعني عادة يعني يقوم بقصف المناطق التي كان يعني سابقا يعني تعرضت لاستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي سواء بالعمليات البرية أي الاجتياح وعملية التوغل وحتى الطيران الحربي الإسرائيلي يقوم بقصف منازل كانت أيضا تعرضت من قبل الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يقوم باستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين مرة تلو المرة، لذلك يسقط العديد من الضحايا في صفوف الفلسطينيين. هذا يحصل أيضا هناك الوضع الميداني الذي تزداد وتيرة عمليات القصف سواء الصاروخي وحتى المدفعي في ظل الحديث عن تطعيم الأطفال الفلسطينيين ضد شلل الأطفال والدعوات الأممية وأيضا المحلية بضرورة أن تكون هناك هدنة إنسانية ليتسنى للطواقم الطبية يعني تطعيم هؤلاء الأطفال والذين يفوق عددهم 640,000 طفل هم بحاجة ماسة لعملية التطعيم. وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة وأيضا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ستنطلق حملة التطعيم بعد غد يوم الأحد الأول من سبتمبر القادم، حيث أن الحملة ستنطلق من وسط القطاع وتحديدا من مدينة دير البلح ومنها إلى المناطق الجنوبية خان يونس ورفح ثم إلى المناطق الشمالية هنا
في مدينة غزة وأيضا محافظة الشمال. وفقا لوزارة الصحة هناك يعني وزارة الصحة حددت المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي سيتم فيها تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في مختلف المناطق هنا في القطاع. أيضا الأطفال الذين سيشملهم التطعيم هم من تحت سن العاشرة وأيضا الفتية في المرحلة الإعدادية أي في الصف التاسع الإعدادي.